تلقاو في اخبار اليوم واحد ورقتين حول احد اخوتنا خالد اليوم. تتعرفوا منين خرجوا هذوك الجوج ورقات؟ خرجوا من الديوان ديال وزير العدل عن السي مصطفى الرامي، لان السي مصطفى الرامي مساهم مع السي توفيق بوعشرين، والسي توفيق بوعشرين خدام ماجور لحزب العداله والتنميه باش يضرب الاتحاد الشرعي في قوتر الذي يتساءل حول خالد. ألا كنت موضوعيا وتساءلت عن مدير ديواني رئيس الحكومة جامع المعتصم؟ ياك جامع المعتصم متابع بالاختلاس والارتشاء وكذا قبل خالد وخرج من السجن، ماشي بحال خالد في إطار الصراح وباقي متابع وباقي خصو، لأن المتهم مبرئ إلى أن تثبت الإدانة. هذا خرج من السجن للمجلس الاقتصادي الاجتماعي المدير الديوان، ويمكن غدا يولي هو وزير الدولة في محل مرحوم عبد الله باهر.